شاهقة هوائية نادرة تشكلت جنوب رأس الخيمة، وذلك تزامنا مع سقوط أمطار الخير والرحمة في يومها الخامس على التوالي على مناطق متفرقة من الدولة، حيث شهدت المنطقة الوسطى بالشارقة وجنوب رأس الخيمة والمنطقة الشرقية هطول أمطار مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة مع حبات البرد ورياح هابطة. اقتلعت بعض اللوحات الإرشادية والمظلات المتواجدة في تلك المناطق، صاحبها سقوط البرد في كدرة والغيل وثوبان والحنية والمنامة، وجرت على أثرها الشعاب والأودية جنوب رأس الخيمة. هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر. وهذه اللقطات تأتينا من فريق مركز العاصفات.